بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة من تعريف القاعدة الفقهية وأنها هي الأصل الذي تجتمع حوله فروع فقهية متشابهة في أحكامها وفي طريقة استنباطها من الأدلة الشرعية، وكيفية تأصيل هذه القواعد أو صناعة هذه القواعد، وكيف أن للفقهاء فيها مذهبين، المذهب الأول مذهب الحنفية وهو الذي يبني القاعدة على الفروع فيتتبع الفروع المتشابهة ثم يضع لها قاعدة، فمثلا يأخذ من فرع أو من المسألة التي يحكم فيها بأنه لا يجوز أن يحدث ضرر بين الجار وجاره وفقا لما ثبت بالأدلة، وكذلك أيضا الفرع الفقهي الذي يقضي بأنه لا يجوز للزوجة أن يضر بزوجته وفقا للأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، وكذلك أيضا الأدلة الشرعية التي تنفي الضرر بين جميع الناس. فهذه فروع فقهية وردت في مواطن مختلفة، فتؤخذ هذه الفروع كلها تحت قاعدة واحدة تجمعها، وهو أنه لا ضرر ولا ضرر، أي أنه لا يجوز أن يكون هناك ضرر على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي. وده مذهب الحنفية في تأصيل القواعد الفقهية أو في جمع القواعد الفقهية أو في التعامل مع القواعد الفقهية، فهم الذين يصنعون القاعدة، يصنعون القاعدة من خلال الفروع المتشابهة، فيتتبعون الأحكام الفقهية المتشابهة في المواطن المختلفة ويضعون لها الأصل الذي يجمعه. غير الحنفية وهم لهم أصول فقه تختلف عن أصول فقه الحنفية، ينحون في هذا الأمر منحا مغايرا، وإن كان في النهاية النتيجة واحدة، لكن طريقة التأليف أو طريقة الوصول إلى الغاية مختلفة، وده مطلوب أن يبقى فيه تنوع في الفهم أو اختلاف في الاجتهاد الذي يصل كل فريق من المجتهدين أو من المختلفين في الاستنباط الفقهي إلى نفس الغاية بس من طرق مختلفة، فإن هذا التنوع وهذا التعدد مطلوب. الجمهور اللي هم غير الحنفية يؤصلون لهذا العلم بوضع القاعدة ثم إلحاق الفروع الفقهية بها، فمثلا يقولون المشقة تجلب التيسير، يعني يتتبعون الرخص التي جاءت في شرع الله عز وجل، وكيف أن الله تبارك وتعالى حين شرع أمر وضع لهذا الأمر، افترض أن المكلف قادر مستطيع أن يؤدي هذا الأمر الفقهي أو هذا التكليف الشرعي من غير عسر ومن غير مشقة تلحق به أو من غير ضرر يلحق به في نفسه أو في عرضه أو في ماله. فبيتتبعوا هذا بيتتبعوا الفروع الفقهية التي تتخرج على هذا الأصل، وبعدين بيجدوا أن في مثلا مشقة بتأتي مع السفر، لأن السفر خروج عن مألوف حالة الإنسان، وبالتالي فهذه المشقة تقتضي أن يختلف الأمر من حيث إتيان التكليف وفقا لما أمر به الشارع إلى أمر آخر يخفف على المسافر هذا الأمر. وجدوا مثلا كذلك أن المرض فيه مشقة، فعدلوا عن العزيمة التي يكلف فيها الإنسان بأن يؤدي المفروض عليه في الصلاة وفي الصيام وفي غيره من التكليفات الشرعية بالهيئة التي ورد بها التكليف، فالصلاة تؤدى عن قيام ثم ركوع ثم سجود، وكذلك أيضا الصيام يؤدى في الوقت الذي حدده الله عز وجل في يوم رمضان من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. فإذا حصل مرض فإن المريض لا يستطيع أن يصلي على الهيئة التي شرعها الله عز وجل، واقفا يركع ويسجد ثم يقوم فيعيد الركعات حتى تنتهي الصلاة، يجدون أن العزيمة دي غير مقدور عليها بالنسبة للمريض،
فيبقى إذن المرض رخصة أو المرض سبب للترخيص والخروج عن العزيمة التي شرع بها الحكم الشرعي. مثلا يجدون مثلا من الفروع الفقهية التي يقولون بها مثلا إن الأصل في الأعراض التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ده بحسب الأصل. لكن إذا يجدون أن هذا النظر إذا كان فيه تشديد أو تعسير على الإنسان أو تفويت لمصلحة أكبر زي الخطبة أو ما إلى ذلك من أو الوقوف على معرفة شخصية المرأة في مواطن الأمن وعند الدخول للأماكن المختلفة، يجدون أن في هذا الأمر مصلحة، وبالتالي يبقى الحظر الموجود والذي طلبه الشارع يبقى الإتيان به في كل الأحوال فيه مشقة، ومن ثم فإنه يجوز العدول عنه إلى ما يخفف على الناس ويحقق المصلحة الراجعة في هذا الأمر. وبالتالي من خلال هذه الفروع المختلفة يعني يخرجونها على أصل التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهم يضعوا القاعدة الفقهية ويستدلون بها، ثم تأتي الفروع الفقهية المختلفة يقولون إنها تخريج على قاعدة التيسير على الناس عملا بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذان هما المذهبان الفقهيان في تفريد القواعد الفقهية وفي تأصيلها وفي السير على منوالها. مذهب التفريع على الأصول وده مذهب الحنفية، ومذهب التأصيل على الفروع وذلك مذهب جمهور الفقهاء. وأما كان الأمر فالقاعدة الفقهية هي القاعدة الفقهية، سواء اختلفت الطرق الوصول إليها أو اتفقت تبقى القاعدة الفقهية هي القاعدة الفقهية، وتبقى أنها هي الأصل الذي تلتف حوله الفروع الفقهية، سواء كان ذلك عند الحنفية أو عند غير الحنفية. فالغاية واحدة والنتيجة واحدة، وهي أن القاعدة الفقهية عند العلماء جميعا هي الأصل الذي تجتمع حوله الفروع، كما يجتمع الأبناء حول الآباء لأنهم متفرعون عن هذا الأب. وكما قلت في المحاضرة الماضية، القواعد الفقهية كثيرة وكلها تعتبر منارات هادية ومرشدة إلى الطريق الصحيح في الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، خاصة في الوقائع المتجددة، في النوازل المتجددة، لأن النوازل المتجددة ليس فيها دليل شرعي مقصود لهذه النوازل، وبالتالي يبقى لابد من إلحاقها على أصل من الأصول التي يمكن أن تتخرج عليه. فمثلا قواعد المرور وسير السيارات في الأماكن المختلفة ومنعها في أماكن أخرى، أو تحديد السرعة أو تحديد المسارات أو تنظيم القواعد التي يسلم بها الناس، هذه مسائل لم يرد فيها دليل شرعي خاص، فلم ترد آية قرآنية، ولم يرد حديث نبوي يقول إن المرور ينظم بالطريقة الفلانية أو أن السيارات تسير على اليمين أو أن المنطقة الفلانية تخفض فيها السرعة إلى كذا، لم يرد هذا الأمر. ولكن المصلحة تقضي هذا الأمر، العقل الذي أعطاه الله لنا جعلنا قادرين به على أن نتلمس حكم الله الصحيح من خلال الغايات أو من خلال الأصل الذي يستمد منه هذا الحكم وجوده، هو تحقيق المصلحة ودفع المضر. فإذا كان هذا الأمر فيه مصلحة وفيه دفع مضرة، يبقى هذا الحكم مبني على المصلحة ومبني على دفع المضرة عن الناس، وكل ما يدفع المضرة عن الناس يكون مشروعا. فأنا ألحقت هذا الأمر وهو تنظيم سير المرور حيث لم يرد فيه نص من كتاب أو من سنة، وجعلته داخلا تحت أصل منصوص عليه وهو دفع الضرر وتحقيق المصلحة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. فالقواعد الفقهية بتساعد على أن نوجد أحكام فقهية لمستجدات لم يرد فيها الدليل الشرعي نصا أو قصدا، وبالتالي بتظهر الأهمية من هذه الزاوية، لأنها بتسحب تطبيق الشريعة الإسلامية على المستجدات، على الوقائع المتجددة،
على النوازل المحدثة وتثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان وكان، وسيلة من الوسائل التي يستطيع الناس بها أن يقفوا على مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على حكم تصرفات الناس في كل زمان ومكان، وذلك وفقا لما يريد الله عز وجل من إنزال هذه الشريعة، وأنها هي خاتمة شرائع السماء، وأن الذي جاء بها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، وبالتالي لا بد أن يكون الدين ولا بد أن تكون الشريعة التي جاء بها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان من خلال هذه الأليات المختلفة ومنها القواعد الفقهية. أود أن أضرب مثلا ببعض القواعد الفقهية الموجودة ومدى صلاحيتها للتطبيق في هذا الوقت وإدخال عدد كبير من الفروع الفقهية التي يمكن أن تندرج تحتها والتي تلحق قواعد لم يرد فيها نص خاص بفروع فقهية ورد فيها نص خاص في إطار هذه القاعدة أو من خلال هذه القاعدة التي تعتبر الهيكل العام لمجموعة هذه الأحكام، كأنها هي العمود الفقري لهذه الأحكام، هي الأصل، هي الضابط الذي تنسج حوله هذه الفروع، هي العقد الذي تتدلى منه هذه الأحكام والذي يتزين به صدر الشريعة ويبين للناس أنها شريعة متناسقة متكاملة لا تضارب فيها ولا تعارض ولا تناقض، وأن اتفاق أحكامها على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة من الأمور الواضحة التي يراها كل صاحب عقل سليم من خلال هذا التناسق الفقهي أو من خلال هذا التشابه أو التناغم بين الأحكام الفقهية. عندنا مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها دي قاعدة من القواعد التي تضبط جميع أفعال المكلف سواء كان ذلك في علاقته بربه أو حتى في علاقته مع الناس، فإن الأمور بالمقاصد. ولذلك مثلا في إطار علاقة الإنسان بربه هي بنجد أن الأصل في العمل المقبول الذي يقصد به الإنسان وجه الله عز وجل هو النية، أن يكون متوجها بعمله إلى الله تبارك وتعالى، أن ما يبقاش في ذهنه وفي قصده وفي نيته أحد يقصد بهذا العمل إلا الله تبارك وتعالى، حتى ولو رآه الناس يفعل هذا إلى الله. فالإنسان يذكر في الصلاة وينوي أن يتوجه بهذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى، والنية هي التي تفرق بين العبادة وبين العادة، يعني الإنسان إذا لم ينوي بالعمل وجه الله تبارك وتعالى يبقى العمل بتاعه ليس قربة وإنما هو وسيلة من الوسائل التي يقصد بها ما يريده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة واحدة، الذي يهاجر إلى الله ورسوله والذي يهاجر من أجل غرض دنيوي الهجرة واحدة، ولكن الذي يفرق بين هذين الأمرين هو القصد لله تبارك وتعالى. فقصد وجه الله عز وجل بالعمل أو بالطاعة أو بالعبادة أو بالفعل هو الذي يفرق بينه وبين العادة، وبالتالي يثاب عليه الإنسان والتاني يأخذ به حظه في الدنيا، ولا وأما أمر الآخرة فهو متروك لله عز وجل أو موكول لله تبارك وتعالى. والذي يدل على هذه القاعدة من كتاب الله تعالى يعني غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قول الله تبارك وتعالى في وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يقصد به في هذا القول الكريم التوجه بنية الطاعة أو نية العبادة إلى الله تبارك وتعالى، بحيث أن الإنسان يبتغي بعمله سواء كان هذا العمل عبادة معروفة كالصيام أو كالصلاة أو كالزكاة أو الحج، يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يصلي رياء ليقول الناس إنه يصلي، ومن الناس من يؤدي الزكاة رياء ليقول الناس إنه مزكي أو أنه سخي أو أنه كريم، وقد يكون هذا الأداء مما يبتغى به عرض الدنيا، كمن ينفق كثيرا حتى ينال ثقة الناس في المواطن المختلفة التي يحتاج فيها إلى أن يقف الناس بجواره
أو يصوتون لصالحه أو ما إلى ذلك من المصالح التي تنشد. الذي يفرق بين ذلك هو النية، ولا يمنع أن يقصد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى فيحصد سعادة الآخرة وأيضا ما يريده في الدنيا، يعني لا يمنع أن يتصدق الإنسان وهو يقصد وجه الله عز وجل وفي نفس الوقت يحصل رضا الناس تبارك رضا الناس بفضل الله تبارك وتعالى. بل إن الغالب من الأمر أن الإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يثيبه على هذا الأمر ويقبله منه كعبادة، وفي نفس الوقت ينعكس ذلك على قلوب الخلق فيحبونه ويكون موفقا بينهم، يعني لا يمنع. لكن المدخل الأساس أو المدخل الرئيس هو الرئيسي هو أن يبتغي الإنسان بالعمل وجه الله عز وجل، فإذا ابتغي به وجه الله عز وجل كان مقبولا عند الله وعند الناس، وإذا أراد به وجه غير الله تبارك وتعالى أو أراد به رضا الناس حيرضى الناس عنه، أما رضا الله تبارك وتعالى فإنه يعني بالقصد إلى رضا الناس مع تجاهل رضا الله عز وجل يكون قد وضع ربه في موضع لا يليق، ويكون مع ربه تبارك وتعالى كما يقول أستاذنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله جعل ربه أهون الناظرين إليه، وهذا لا يليق. فالإنسان يجب أن يجعل ربه هو المقصد الأساسي أو هو التوجه الأساسي الذي يقصد به ما يتقرب به إليه من عمل ومن صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج حتى ومن عمل عام، حتى العمل الدنيوي يجب أن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، لأنه إن قصد به وجه الله فإنه سيكون من الفائزين. وهذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات الواقع أنها هي المدخل للسعادة الفردية وسعادة المجتمع، يعني هي أساس لسعادة الفرد وسعادة المجتمع، لأن الإنسان إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى سيخلص وسيكون من نفسه رقيبا على نفسه، لأنه إذا يعني ظن أو اعتقد أن الناس لا يراقبونه فإنه يجزم أو يؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل يراه، وإذا كان يؤمن أنه في رقابة الله عز وجل وأن الله يراه يبقى بهذه القاعدة حصل مقام الإيمان وحصل مقام الإسلام وحصل مقام الإحسان، لأنه يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإن لم يكن يرى ربه فإن الله يراه. وبالتالي يبقى القاعدة هي المدخل لاستقامة الفرد وإحياء الرقابة الذاتية في داخله وفي نفسه، فيعمل العمل وهو يبتغي به وجه الله عز وجل ويحصل منه. ولو أن كل إنسان وضع هذا الأمر نصب عينيه فأدى عمله حسبة لله عز وجل وإخلاصا له وتحصيلا لرضا الله تبارك وتعالى، أعتقد أننا نكون بذلك الأمر وهو إخلاص النية بالعمل وإخلاص النية بالعبادة وإخلاص النية بالتوجه إلى الله عز وجل، أعتقد أننا بذلك نكون قد حققنا الخيرية التي يريدها الله عز وجل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. كنتم خير أمة أي كونوا خير أمة، فهو خبر بمعنى الطلب، كأن الله عز وجل يطلب منا أن نكون خير أمة أخرجت الناس، وهذه الخيرية لا يمكن أن تتحقق إلا حين يتوجه الناس بعملهم إلى ربهم تبارك وتعالى بإخلاص النية وإعمالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أخلص الإنسان النية بيفوز بالعمل، لأن الإخلاص بيبقى هو الأساس في هذا العمل الذي تقرب به إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت سيعمل عمله في الدنيا خالصا لله عز وجل، لا يبتغي بذلك رياء ولا يبتغي بذلك جزاء ولا يبتغي بذلك شكورا من الخلق. وبالتالي تعتبر هذه القاعدة هي المدخل للإصلاح الفردي وللإصلاح الاجتماعي. لو أن كل إنسان في المجتمع أدى عمله تحت ظلال هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن النية يجب أن تتجه لله تبارك وتعالى كما قال الله عز من قيل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لو استقام على هذا الأمر لكنا بحق
جديرين بأن نكون خير أمة أخرجت للناس، لكنا بهذا الأمر قد وضعنا أقدامنا في أول الطريق نحو الخيرية التي طلبها الله منا حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كونوا خير أمة أخرجت للناس. فالخبر ليس بمعنى الخبر، وإنما هو بمعنى الطلب الذي يحثنا الله عز وجل به على أن نكون خير أمة، وذلك بأن نتلمس طريق هذه الخيرية بأول طريق وأول وسيلة، وهي إخلاص النية لله تبارك وتعالى في العبادة وفي العمل وفي الوظيفة وفي الشأن العام وفي الشأن الخاص وفي كل نشاطنا في الحياة. ولذلك فقاعدة إنما الأعمال بالنيات هي قاعدة تعتبر هي المدخل للإصلاح الفردي وللإصلاح الاجتماعي وللإخلاص الجماعي التي يعم المجتمع كله ويعم الناس أجمعين. القاعدة تطبيقاتها كثيرة جدا جدا في العبادات وفي المعاملات. أما من ناحية وجود القاعدة في العبادات فإن النية شرط لصحة العبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية، فالذي يتوضأ لابد أن ينوي بهذا الوضوء العبادة أو إتيان الطاعة كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا القول الكريم علشان ينفذ إذا قمتم إلى الصلاة يبقى معناه إذا نويتم وعزمتم وقررتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى دليل على أن في الآية دليل على أن القصد بالغسل أو بغسل هذه الأعضاء أو الوضوء هو أن يتقرب الإنسان لله عز وجل أو أن يؤدي العبادة التي طلبها الله عز وجل. لهذا القول إذا قمت فاغسلوا، الأمر هنا يدل على الوجوب يعني كأنه مطلوب للشر، فعشان أؤديه لابد أن أكون نيتي أن أفرغ ذمتي من هذا التكليف الشرعي من هذا الخطاب الشرعي فأؤدي الوضوء حسبة لله تبارك وتعالى أو طاعة له أو امتثالا بما أمر به. كذلك أيضا الصلاة لابد فيها من النية، وهي التي يدخل بها الإنسان في الصلاة، ولذلك تسمى التكبيرة التي تبدأ بها الصلاة تكبيرة التحريم، أي نية الدخول في الصلاة أو نية الدخول في العبادة. وكذلك أيضا الصيام لابد فيه من النية، لأن هناك فرقا بين ما يمتنع عن الطعام والشراب في وقت معين ليس طاعة لله عز وجل وإنما لأمور أخرى، لأن العمل الذي يؤديه الإنسان يمكن أن يكون مشتركا بين الطاعة وبين غيرها، فحتى يخلص العمل لطاعة الله عز وجل النية هي التي هي الفيصل في ذلك. فإذا نوى الإنسان به وجه الله تبارك وتعالى فكانت هذه النية هي الفيصل الفارق بين العبادة وبين العادة، فهو موجود في العبادات بمعنى أن كل عبادة تمثل حقا لله عز وجل وهذا الحق لا يمكن أن يؤدى على نحو تفرغ به الذمة إلا إذا أداه الإنسان حسبة لله عز وجل. فالوضوء يمكن أن يقصد به النظافة العامة ولا يقصد به العبادة، النية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. الغسل لإزالة الجنابة يمكن أن يكون مدخلا للنظافة العادية أو وسيلة بالوسائل النظافة العادية ويمكن أن يكون طاعة لله عز وجل في إزالة الحدث الأكبر. كذلك أيضا الصيام يمكن أن يكون للحمية أو يمكن أن يكون لتخفيف الوزن أو ما إلى ذلك، ويمكن أن يكون طاعة لله عز وجل وإفراغا للذمة من هذا الفرض الذي نص عليه في قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الذي يفرق بين هذين الأمرين هو النية. كذلك أيضا الزكاة يمكن أن يؤدي الإنسان المال ليقول الناس عنه إنه مزكي أو أنه كريم أو أنه سخي أو ما إلى ذلك من الصفات الحميدة التي يترجاها الناس أو بعض الناس مما يعملون أو يقدمون لغيره، وهم لا يقصدون طاعة الله وإنما يقصدون المن والرياء والسمعة، ويمكن أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يؤدي الزكاة حسبة لله تبارك وتعالى وخفية من الخلق حتى لا تعلم شباله ما تنفق يمينه هذا رجل يقصد بعمله وجه الله عز وجل. الذي يفرق بين الرياء
وبين العبادة وبين الطاعة وبين إفراغ الذمة من هذا العمل هي النية التي تحدد هذا الإمام. وكذلك أيضا الحج يمكن أن يكون للسفر أو للنزهة أو ما إلى ذلك، ويمكن أن يكون إفراغا للذمة من هذا الفرد الذي كلف الله به المستطيع حين قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب هذا الفرض على المستطيع في العمر مرة واحدة. فالعبادات الذي يفرق بينها وبين العادات هي النية، ولذلك جاءت قاعدة إنما الأعمال بالنيات في مجال العبادات صادقة إلى حد كبير وصالحة لأن تضبط هذه العبادات كلها بجميع فروع العبادات. كل عبادة، كل أمر لله فيه حق، الذي يبين خصوصية هذا الحق هي النية. كذلك أيضا في المعاملات، في المعاملات، فمثلا فيما يتعلق مثلا بالقرض، من الناس من يقرض إنسان، القرض هو معاملة تبادلية بيؤدي الإنسان مبلغا أو التزاما ماليا لشخص طلبه منه على سبيل الرفق والإحسان على أن يرده إليه كما هو بعد مدة معينة، فهو من 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 عقود الإرفاق أو من تصرفات الإرفاق كما يقول الفقهاء، شرع تيسيرا على المحتاج وإرفاقا به، وهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا طلب منه قرض يستحب له أن يوفي هذا القرض، وإن كان القرض بالنسبة للمقرض للمقترض مكروه، الأصل فيه أنه مكروه لأن الإسلام يذم المسألة، ولذلك جاء القرض في القرآن الكريم في كل المواطن التي جاء فيها موصوفا بالقرض الحسن ومنسوبا لله عز وجل، أن تقرضوا الله مضافا إلى الله تبارك وتعالى، مع أن الله لا يحتاج إلى قرض، ولكن إضافة القرض لله تبارك وتعالى في كل المواطن التي جاء فيها لفظ القرض في القرآن الكريم إنما جاء لتشريف القرض، وإلا فإن الله تبارك وتعالى غني عن المال وغني عن الناس وغني عن العالمين، وهو ليس بحاجة إلى من يقرضه. فإضافة القرض إلى الله لتشريف القرض ولحث المقرض على أنه يجب أن يحترم هذا الأمر، لأن الصدقة والقرض نوع منها يقع في يد الرب قبل أن يقع في يد العبد. القرض ده معاملة من المعاملات، من الناس من يقصد منه الرياء، ومنه الناس من يقصد الامتثال لهذا الأمر للسنة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب القرض، وأن الإنسان يجب أن يكون ميسرا على الناس، وبالتالي النية هي التي تفرق بين هذا الأمر. من الناس من يقرض لتوسعة وابتغاء وجه الله عز وجل، ومن الناس من يقرض إنسانا ليس لأنه يبتغي وجه الله عز وجل، وإنما لأنه يريد منه مصلحة أو لأنه يريد أن يحصل منه على شيء مقابل. إذن هناك فرق الذي يفرق بين هذين الأمرين، ما يبتغى به وجه الله وما يبتغى به عرض الدنيا، هو هذه النية في المعاملات. كذلك حتى في الجنايات، فالذي يقصد أن يعتدي على حياة إنسان هو إنسان يعني توجه بقصده إلى هذا الضرر، والذي ليس له قصد في أن يضر هو أخطأ، لكن إذا كان الخطأ مرفوعا في كل شيء إلا أنه في الدماء وفي حقوق الناس المتعلقة بالدماء أو بالأموال لا يعفى عن المخطئ، وإنما يجب أن يعوض من أضر به، لأن الدماء لا تهدر في الإسلام، والأموال أيضا لا تضيع، لأن الأصل في الأموال المملوكة للغير التحريم، والأصل في الدماء الحرمة، وبالتالي إذا أخطأ الإنسان في هذه الأمور التي أصلها التحريم يبقى لابد أن يعوض صاحب الحق الذي أجنى عليه بخطئه. لكن إذا تعمد وقصد الإضرار ونوى الإضرار يبقى في هذه الحالة يبقى متعمد. فالقتل العمد الذي نوى فيه الإنسان القتل وتعمده يبقى هذا النية هي التي فرقت بين القتل العمد والقتل الخطأ، ولكل منهما حكم مستقل في هذا الأمر. فالقاعدة بتدخل في باب العادات وتدخل أيضا في باب
المعاملات، وتدخل أيضا في باب العبادات، العبادات والمعاملات والعادات، وفي كل فروع الفقه الإسلامي. ولذلك كانت هذه القاعدة من الأصول التي تدخل تحتها فروع كثيرة. وإذا ما أردنا أن نطبق هذه المسألة في أيامنا هذه، نجد أن قاعدة الأعمال بالنيات لها تطبيق في وقتنا الحاضر، وذلك مما نراه من بعض هؤلاء الذين يتباكون على إغلاق المساجد، وذلك تلافيا للمخاطر التي تترتب على اختلاط الناس في المساجد من التلوث بهذا الفيروس الذي يمكن أن يؤذي بحياة مجتمع، بل بحياة أمة بأكملها. فهذا الضرر العام يستوجب إغلاق المساجد، وذلك ضرأ للمفسدة الماحقة التي تفوق مصلحة تحصيل العبادة، لأن العبادة حق لله عز وجل خالص، وضياع النفس حق لله وحق للعبد، وحقوق العباد فيها خالصة أو راجحة، وما فيه حق العبد راجح يقدم على حق الله تبارك وتعالى. ولأن النفوس إذا ضاعت لا يمكن تعويضها، إغلاق المساجد إذا فات مدة معينة حتى ينقضي أمر الفيروس فإن تحصيل العبادة يمكن أن يستمر مع استمرار الحياة، لكن لو ضاعت الحياة يبقى انقطعت الطاعة على الله عز وجل من عبد كان من الممكن أن يؤدي الطاعة والعبادة لله عز وجل. فكأن تعريض الناس للخطر بالزحام وبالتزاحم في المساجد وغيرها بيمثل ضرر أكبر من الضرر الذي يمكن أن يعود على الإسلام أو على المسلمين من إغلاق المساجد أو تعليق صلاة الجماعات فترة معينة. هذا حكم شرعي صحيح أنه إذا تعارض ضرران أو مفسدة ثاني، مفسدة أشد ومفسدة أقل، يبقى احنا نعمل المفسدة الأقل في سبيل تلافي المفسدة الأشد. وذلك ما انتهجه المسلمون في كل مكان، وفي مصر وفي جميع الدول الإسلامية، علقت الصلاة في المساجد حتى تنتهي هذه الأزمة، لأن التلوث بهذا الفيروس سريع وليس له علاج، ولو ترك الأمر على عواهنه لهلك الناس جميعا. والله ما شرع الصلاة وما شرع صلاة الجماعة لكي يهلك الناس بعضهم بعضا أو لكي تنتقل العدوى إلى الناس فيموتون. الله ما شرع دينه ليقتل عباده أو ليميت عباده، هذا أمر معلوم وواضح. لكن تجد بعض الذين لا يبتغون وجه الله عز وجل، الأعمال بالنيات، لا ينمون بما يتصرفون وجه الله تبارك وتعالى، ولكنهم يقصدون المتاجرة بالدين، فيقول لك إغلاق المساجد، يجعلون المصلحة الدنيا التي ندفع بها مفسدة أشد هي الغاية وهي الأساس. يعني ما فيش مانع أن احنا نفتح المساجد حتى ولو هلك الناس جميعا. وطبعا هم لا يريدون بذلك إقامة الصلاة، لأن النية أو نية الانتصار للدين ليست موجودة، نية الانتصار للدين ليست موجودة، وإنما المراد أن ينتشر المرض فتعم الفوضى ويهلك الناس. وإذا ما هلك الناس واضطربت الأحوال وعجزت الإدارات عن مواجهة هذا الأمر، يبقى لا يجدون في هذا الأمر فرصة كي ينقضوا ويصلوا إلى الحكم. فالغاية ليس هي وجه الله عز وجل، وإنما النية أو الأعمال بالنيات التي يريدونها أو النيات عندهم أن يصلوا إلى كرسي الحكم من خلال التباكي على إغلاق المساجد. فهذه مسألة من المسائل أو من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات، العمل الذي يقصد به وجه الله عز وجل، وجه الله المحافظة على النفس والمحافظة على النفوس. ففي سبيل هذه المصلحة يمكن أن أضحي ببعض المصالح الأدنى أو الأقل، وهي مصلحة الجماعة، حفظ الجماعة، حفظ صلاة الجماعة أو البقاء على صلاة الجماعة أو فتح المساجد بمعنى أوضح. كون إن أغلق المساجد أو أعلق فتح المساجد أو صلاة الجماعات أو صلاة التراويح أو صلاة العيد أو ما إلى ذلك، هذه مفسدة مؤقتة، لكن هذه المفسدة المؤقتة بتدفع مفسدة أشد وهي ضياع الناس وهلاكهم. وإحنا عندنا قاعدة فقهية مقررة في كل كتب الفقه، حتى عند هؤلاء المراجع الدينية لهؤلاء الأنطاع المتشددين، يقولون أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهم، فأنا بأرتكب المضرة الأقل في سبيل أن أنا أدفع مضرة أشد.
وبالتالي يبقى التباكي على تعليق الصلاة في المساجد أو تعليق الصلاة في الجمع والجماعات والأعياد وغلق الحرم النبوي الشريف ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبكون على ذلك كذبة ونيتهم ليست خالصة لوجه الله عز وجل. احنا بنعرف الإخلاص من المظاهر الخارجية لأن الله تبارك وتعالى قد أعطانا ما نستطيع أن نقف به أن نقف من خلاله على مكان النية. فالذي يقتل إنسان بآلة حادة قاتلة الآلة بتكشف عن وجود النية، فأنا أستطيع أن أجد النية في هذا الأمر. كذلك أيضا أستطيع أن أقف على زيف نية هؤلاء الذين يتباكون على إغلاق المساجد من خلال المضرة اللي أنا شايفها. أنا شايف الدول بيتساقط فيها المصابون من جراء هذا الفيروس بالمئات والآلاف ومئات الآلاف، فهل هذا هو المقصود؟ هل هذه هي المصلحة التي ينشدونها؟ لقد أعطانا الله عقلا نستطيع أن نميز به النوايا التي ينتهجها هؤلاء الذين يتباكون، فهم لا يقصدون النية الحقيقية أو النية الصادقة التي تحقق مصلحة الدين والدنيا، وإنما يقصدون المصلحة الخاصة، يريدون الاضطراب الذي يستطيعون من خلاله أن ينقضوا على أن تحدث الفوضى والاضطراب في الدولة لينقضوا على الحكم من خلال الطاعة ومن خلال المساجد ومن خلال العبادة في المساجد أو التباكي على إغلاق المساجد كما يدعون أو كما يزعمون. وبالتالي قاعدة الأعمال بالنيات يمكن أن يدخل تحتها فروع كثيرة، سواء كان ذلك مما يتعلق بالمحافظة على أداء الشعائر، فالنية موجودة هي التي تفرق بين العادة والعبادة، فمن يقصد الرياء ومن يقصد وجه الله عز وجل، وكذلك أيضا هي التي تفرق بين العمل الصادق والعمل الزائف الذي يبتغي وجه الله والذي يبتغي به مصلحته الخاصة. النية هي الفارقة وهي التي تحدث هذا الأمر بالنسبة لكل فروع التكليف في هذا الموضوع وفي هذا الإيه وفي هذه القاعدة التي تندرج تحتها الفروع الفقهية الكثيرة. كذلك أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الناس من ينوي المصلحة الحقيقية التي تهم صالح الناس أجمعين، وذلك ما يريده الشارع. هنا النية تتفق مع مقصد الشارع، مقصد الله عز وجل أن يحفظ على الناس نفوسهم، فإذا ما تعرضت حياة الناس للمخاطر بالأمراض والأوبئة والجوائح يبقى كل مصلحة تهونها هنا. ولذلك قالوا إن حفظ الأبدان مقدم على شعائر الأديان، حفظ الأبدان مقدم على شعائر الأديان. ليه؟ لأن الأبدان إذا ضاعت سوف تضيع شعائر الدين، فالدين من غير عباد ومن غير من يقومون على هذا الدين لن يكون له أتباع يؤدون شعائره. ثم إن شعائر الدين باقية، يمكن إذا توقف أداؤها فترة من الفترات فإنها يمكن أن تعوض، والله عز وجل قد جعل هذا التوقف إلى بديل، وهو أن تؤدى صلاة الصلاة التي كانت تؤدى في المساجد من اليسير أن تؤدى في المنازل، فهي لن تسقط عن المكلف أو لن يحرم المكلف خيره، فهي إلى بدل، فهي صائرة إلى بدل. أما ضياع النفس فإنه ضياع أبدي، يضيع العبادة على الله تبارك وتعالى، لأن العبادة حق لله من عبده، فمن يقتل عبدا فإنه يعطل على الله حق عبوديته على هذا العبد، ويحرم الله تبارك وتعالى من طاعة كانت تتصاعد إليه من هذا العبد الذي قتل أو الذي مات في الوباء أو في الفتنة التي يريدها هؤلاء. ولذلك كانت الموازنة بين هذا الأمر من الأمور التي تفصل فيها النية. الإنسان إذا كان ينوي المصلحة الحقيقية، ينوي وجه الله تبارك وتعالى وينوي المصلحة العامة، فإنه يحرص على حياة الناس. ثم إن توقف العبادة يمكن أن يؤدى بعد فترة، إنما ضياع النفوس لن يعوض، فتوقيف العبادة إلى وقت، أما ضياع النفوس فهو ضياع مؤبد ليس له عوض وليس له تعويض، وبالتالي يبقى المفسدة في ضياع النفوس أشد من المفسدة في ضياع أو في توقيف العبادات. ثم إن توقيف العبادات ليس توقيفا نهائيا، فالله عز وجل لم يخص أداء العبادة بالمساجد، وإنما جعل الأرض مسجدا وطهورا للمصلي،
فمن لم يستطع أن يصلي في المسجد يستطيع أن يصلي في بيته، ومن لم يستطع أن يصلي في بيته يستطيع أن يصلي في الحقل، ويستطيع أن يصلي في أي مكان تيسر له. فإغلاق المساجد لن يفوت العبادة، وبالتالي يبقى المضرة هنا مضرة أقل من مضرة قتل النفس. إن النفس مقدمة. نحن كنا نتكلم عن ترتيب المصالح في البداية، وقلنا إن الظروف الفقهية أو ظروف المجتمع تقضي أن تقدم مصلحة على أخرى، وما من شك في أن مصلحة في النفس في هذه الحالة تقدم، لأننا المحافظة على النفس تقدم، مش الدين محفوظ، الدين محفوظ في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي شعائره، لأن حتى الحج إذا لم يكن من الميسور أن يؤدى هذا العام فهو لن يسقط إلى الأبد، بل سيؤدى في وقت قابل أو في عام قابل إن شاء الله. لكن فوات الحج هو الذي لن يعوض، يعني توقف الحج سنة أو توقف العمرة وقت ما لن ينهي على العمرة، فسيظل الدين موصول. وإنما لو مضى العبد لن يستطيع أن يعوض، لن تستطيع أحد أن يعوض هذا العبد، فكأن المفسدة في ضياع الناس وفي ضياع النفوس أشد وأنكى من إغلاق المساجد ومن إغلاق الحرم النبوي ومن إغلاق الحرم المكي. وبالتالي النية هي التي تفرق بين هذين الأمرين. الذين ينمون ويتباكون ويظهرون من أفعالهم أنهم يريدون وجه الله وإنهم عايزين المساجد تفتح متجاهلين هذا الهلاك الذي يمكن أن يقضي على أمة ويمكن أن يقضي على شعب ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب ويمكن أن يؤدي إلى فوضى في المجتمع، هم لا يريدون الدين وإنما يريدون هذه الفوضى. ويستطيع الإنسان أن يجد هذا الأمر من خلال القاعدة الفقهية التي تقضي بأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن ما حدث في هذه الأيام من انتشار هذا الوباء أثبت أن هناك مستجدات كثيرة يمكن أن تطبق فيها القواعد الفقهية. فمثلا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما كنا نتصور أن تكون العدوى وسيلة للقتل، فالذي يعدي الإنسان يمكن أن يقتله، وبالتالي تعمد العدوى يعتبر إذا كان إنسان مصاب بالعدوى وتعمد أن ينتشر في وسط أناس أصحاء بقصد إضرارهم وبقصد قتلهم، يكون هذا القصد وسيلة من وسائل القتل. وبالتالي النية، نية الإصابة في هذه الحالة يبقى المقياس على العمل في هذه الحالة بالنية. النية هي التي حولت هذا الأمر الذي لم يكن ظاهر ولا معدود من أدوات القتل، النية هي التي حولت هذه الوسيلة الجديدة في ظل الأحداث الجارية إلى وسيلة من وسائل القتل العمد، وذلك بتعمد النزول في أوساط الناس وتعمد إصابتهم بهذا الفيروس القاتل. طب إذا كان الإنسان غير متعمد وأهمل في الاختلاط بالناس، هو مصاب وأهمل أو لم يتخذ وسائل الاحتياط المطلوبة، يبقى في هذه الحالة لا توجد لديه نية القتل. والإنسان إذا لم يكن لديه نية في الإصابة أو في تلويث الناس بهذا الفيروس القاتل، يبقى افتقاد النية لا يعفيه من المسؤولية، ولكنه يتحول في هذه الحالة إلى قاتل قتل خطأ. وقتل الخطأ ينقلب إلى تعويض، صحيح هو لا يقتص منه، وإنما يتحول ذلك الأمر إلى تعويض، تعويض عن المرض الذي أصيب به الشخص. وإذا قتل بسبب هذا الإهمال يبقى عليه الدية، وبعدين حتى إذا فلت من المرض ونجا منه فإنه قد تكلف علاجا وتعطلت أعماله وأضير أبناؤه حتى الضرر الأدبي خوفا عليه، كل هذه مضار تقتضي التعويض، فلن يفلت الأمر من المساءلة، وذلك من جراء وجود النية أو عدم وجود النية في هذه الأمور. وأكتفي بهذا القدر على أن نكمل الحديث في هذا الموضوع المهم، وهو مستجدات القواعد الفقهية في ضوء كورونا، في محاضرة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.